من خلال 3 خطوات بسيطة وسهلة هتقدر تحسب جميع الاشتراكات اللي حضرتك مشترك عليها على قناتك أو على حسابك الشخصي بشكل بسيط جدا. تابع معايا الشرح. معاكم أحمد فتحي من قناة ويب كيف، والنهاردة هنشرح مع بعض إزاي تحذف جميع الاشتراكات مرة واحدة بدون تدخل منك من خلال 3 خطوات. الخطوة الأولى، حضرتك بتخش على subscriptions أو الاشتراكات باللغة العربية. بعد كده هتضغط على manage. نفترض مثلا دي الاشتراكات اللي عندي، فحضرتك بتنزل لتحت لحد ما تخلص جميع الاشتراكات اللي حضرتك اشتركت عليها، واضغط كليك يمين واختار انسبت واختار كونسل. واجي هنا اهوت اكتب الكود التالي، والكود هيكون موجود في رابط المقالة في الديسكريبشن بتاع الفيديو. فهنرجع نروح للمقالة وناخد الكود ده كله كوبي ونرجع تاني للفيديو، ونضغط هنا كليك يمين ونضغط بيست ونضغط انتر، وهو هيتولى الموضوع. انا كده سبت الماوس سبت الجهاز، وهو هيبدا يعمل انسبسكرايب لكل القنوات اللي مشترك عليها. هتسيبه بس لحد ما يخلص حسب عدد القنوات. انا كان عندي اكتر من 350 قناه، فانا هسيبه لحد ما يخلص. ده كان شرح النهارده، موضوع بسيط وسهل وهيوفر عليك وقت ومجهود. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس على قناة ويب كيف، وشكرا لكم.